ولدي هو الراجل فاق مع الخمسة ونص، توضى وصلى وخرج لخدمته، عيط ليا مع الثمانية قال لي فيق الولاد خرج شوي خدمه. قلت لي راه انا فيقتهم، انا عندي أربعة الولاد خدام فيهم غير واحد، الوليد الصغير عنده 10 سنين باقي كيقرا، وواحد خدام في النجارة في القريعة كيخدم مع البريكولات، مرة كيخدم ومرة جالس. عندي الولد الكبير جالس هادي 8 سنين ما خدامش. عندي عدوسي مرة كبيرة وزحافة شادة راه كنا دايرة عملية القلب، كان ولدها هو اللي خدام عليها. فاق مع الخمسة ونص، توضى وصلى مسكين وخرج لخدمته، خدم بقى خدام هي هاديك حتى الوحدة. عيط ليا الشاف ديالو قال لي واش مدام رازق؟ قلت ليه اه. قال لي لا لا راجلك راه توفى. قلت ليه لا راه عا شي حاجة بالغلط، راجلي راه صحيح راه ما كان عنده حتى مرض وخرج يخدم وصافي. هي هاديك قال لي راجلك راه توفى. قلت ليه لا راه شي حاجة بالغلط. قال لي لا 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 كوني مع الله يكون معاك، راجلك راه توفى الله يرحمه. صافي خرجت كنجري في الشارع، تبعوني الولاد، مشيت دخلوني لامور لقيتهم مسكين باقي ما غطينا فوق لابيلانس وكيلوح في الدم. قيتو يلاه توفى، قالوا لي الاطباء راه كان كيلوح في الدم، يلاه توفى مسكين. باقي بصباطو باقي بحوايجو باقي باللبسه ديال الخدمه، باقي سخون كيتقاطر في العرق. لا نهائيا نهائيا ما كان عنده لا مرض لا والو. كان مرض، انا عندي اربعه الوليدات، اربعه الوليدات خدام فيهم غير واحد يلاه خدم هادي 20 يوم حتى هو بحالو في هاد البلديه، باقي كاع ما تخلص. راه هو اللي كيجري على العائله كامله، راه ما جابش لينا خبزه ما كاينش اللي يجيبها لينا. عندي عدوسي مرا صحافه وشاده ركنا ودايره عمليه القلب، دايره مسكينه المكانه، وراني اسم اللي حيدوا لي حويجات وراه ندى ليها الجوايات باش يشري ليها الدواء، حيدوا لي الكراطن خاوي مسكين من جيبه. عندي الولد الصغير كان كيخلص عليه المدرسه عنده 10 سنين، وعندي الولد الكبير 8 سنين وهو جالس، هو اللي كيسير عليه فلوس حسانه يعني المصروف ديالو كامل. راه لا ما كاينش اللي دخل علينا حتى خبز، انا كنطلب من الله والمحسنين وما يتعاونوا معانا يخدموا لي الوليد ولا اي حاجه يحنوا عليا بهم، اللي يحنوا عليا بها الله يجعل سيدي ربي هو يحن عليهم. الحمد لله والشكر لله، راه هو مسك اللي كان هز عائله هز حمل ثقيل كان مسكين هز، وهذا الشيء اللي كاين الحمد لله والشكر لله. انا كنطلب من خوتي المحسنين وما يحنوا فيا باي حاجه، كاع اللي عطاوها ليا راه زوينه كاين في هذا العمل، وانا كنطلب من صحاب الشركه وما يتعاونوا معانا ويعطوني القوانين باش نقري ولدي وباش راه لا اله الا الله. والدار باقي عندي في الكريدي وانا جاتني فجاه ما صدقتش راه راجلي راه توفى، ما صدقتش باقي انا لحد الان ما تقبلتهاش. لقيتهم مسكين مغطينه بليزار ويلاه توفى ديك الساعه. اخر كلام كان بينه وبينه عيط ليا مع 8 الصباح، هاد الوليد الغصاني يلاه خدم هادي 20 يوم في البلديه باقي مسكين كاع ما تخلص. عيط ليا قال لي واش نوضتي نوفل مشى للخدمه؟ قلت لي الله فيقته مشى للخدمه. قال لي الله يعاون. قلت لي بسلامه الله يعاونك الله يسهل عليك. هذا اخر كلام بيني وبينه، ما كان مريض لك يعني لا مرض لا نهائيا. مسكين كنقول ليه واش مرتاح في هاد الخدمه؟ كيقول لي انا مرتاح بها وكنفتخر بها وخدمتي مزيانه كلشي الناس كيعاملوني مزيان، لا العمال ولا الناس المسؤولين ولا. ومسكين هو كان درويش ومزيان والله عمر دار، راهو صاحب الشركه راهو ما عارفين كلشي. وولدي ليله العيد مسكين مشى مع 10 الليل، بيت خدام حتى 8 ونص ديال الصباح، عاد جا ملي جا مسكين فطر ونعس تاد بحن لحولي وداكشي كلا داكشي اللي قسم الله وبقى ناعس. قلت لي انت علاش ما تبقاش فايق وتضحك وتجمع مع الحباب وتخرج تشوف الحباب علاش عناعس؟ قال لي راك عارفه مع هاد العيد راه عندنا النفايات كثار، عندنا النفايات كثار، انا عيان بيت خدام رانا عيان. صافي هذيك بنهار نهار العيد ما خدمش، والغد ليه الصباح خدام عادي مسكين في خدمته، غير نهار الاربعاء اللي ما خدمش كان شي عيد، ونهار الخميس اللي غيتوفى فيه المرحوم فاق عادي ومشى لخدمته حتى حاجه ما ضاره. هادشي اللي كاين، وانا نطلب من الله اخوتنا المحسنين هما يوقفوا معايا. راه الولد الكبير راه ما خدامش راه غير جالس، انا اللي كنتمنى من عند الله هي يخدموه ليا ويوقفوا معايا باي حاجه زوينه، الله يجازيهم بخير.
كيفاش معاك 5:11 ديال الصباح؟ عيط لوالدي قال لها فايقي نوفلي مشي للخدمه كيف ما العاده. صافي ملي فاقش مشيت للخدمه بقيت خدام ضربت هذيك الوحده ديال النهار. صافي ما عندنا واحد نص ساعه كنريحو نتغداو فيه، ريحت تغديت نقدر كملت الخدمه ديالي كيف ما العاده. مشيت عيط لي الشاف ديالي في التليفون ديالي قال لي دخل الديبو. ملي دخلت الديبو بقيت واقف شي قسمين كنسحب، حيت انا ديما كان مع المرات كندخل الديبو كنشوفوا ولا شي خدمه ولا شي حاجه باقا خاصه. صافي ملي دخلت الديبو كنسحب على خلا شي خدمه بقيت واقف شي قسمين. قال لي شي واحد عيط للشاف ديالي قال لي راه الاب ديال نوف الرازق راه توفى. صافي انا ملي سمعت الخبر قال لي الشاف ديالي اش نقول لك راه ما شيقش حد الان باقي، انا حد الان باقي ما مشيقش. صافي شتي طاكسي احمر مشيت عنده السقاط. صافي دخلش عندو لقيتو باقي بحوايجو بالصباط ديالو دري لي ليزا على راسو بزاف ديال الحوايج. فهاديك اللحظه راه الله اللي عانم بيا اش غنقول لك خو بزاف ما حد الان باقي، انا حد الان باقي ما مشيقش.